سافرت من سنتين لإحدى الدول الأوروبية، سافرنا أمريكا، بولندا، صربيا، جنوب أفريقيا، سافرونا على حسابهم تبع مؤسسة فريدم هاوس، مؤسسة صهيونية أمريكية مشبوهة، مقابل دولارات بتاعهم. تاني من فضلك، تاني، مؤسسة إيه؟ مؤسسة فريدم هاوس، مؤسسة صهيونية أمريكية مشبوهة، تابعة للسي أي إيه، المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، وكان قائم على تدريبنا عناصر إسرائيلية صهيونية. لا، تدريب على ايه بس يا استاذه؟ يا استاذه، جنوب افريقيا يا استاذه، كانوا بيدربوكوا على ايه؟ كانوا بيدربنا، واسم الدوره التدريبيه ان احنا بندعم سبل الديمقراطيه في الوطن العربي. سافرنا هناك ودربونا ازاي نقل النظام بطريقه سلميه عن طريق حرق البرلمان، حرق بعض المنشات الهامه والعامه الرسميه الخاصه بالدوله، ارهاب الشرطه، وضع النظام في مأزق وفتحه أمام الرأي العام الدولي. يا أستاذة، ده كلام يودي في داهية. كلام خطير. كلام خطير ومستعد للمساءلة القانونية أمام الجهات الرسمية المصرية. طيب يعني أنا معلش عشان المشاهد برضو هيسألك سؤال، لما أنت عارفة الحاجات دي كلها، طب أنت إزاي اشتركت فيها وأنت بكامل وعيك؟ أنا كثرت ما كنتش عارفة إن إحنا هنتدرب على ده. أمال المعلومة دورة على دورة تدريبية عادية حول الديمقراطية. أنا قلت فين؟ أصل هشوف الناس دي بتعمل إيه، وهي منها فسحة بالمرة، هشوف أمريكا وأشوف أوروبا وتسرح، وبرضه في بوكيت ماني، بوكيت ماني طبعًا بالدولار، مصروف يومي مقابل ده، وإحنا راجعين بوكيت ماني كبير. بعد ما رجعنا من هناك، بعد ما دربونا طبعا الوسائل ديت وعرضوا لنا بعض الأفلام بتجارب دول تانية عملت نفس التخريب اللي حصل في بلدنا، رجعنا اخذوا معانا اللقاء في هيئه المعونه الامريكيه هنا في القاهره. رحنا هناك، يا جماعه استفدتوا ايه؟ عملتوا ايه؟ طب بدات تطبقوا ولا لا؟ وبداوا ان هم يتابعونا يشوفونا بنطبق ولا لا؟ انا بصراحه بدات اسحب نفسي، بقيت مقسم، انا كل مطالبي ان انا عايزه اغير في بلدي، وعايزه يبقى في ديمقراطيه، وعايزه ان يبقى في عداله اجتماعيه وحريه راي وتعبير، مش عايزه اكتر من كده، لا عايزه اخرب في بلدي، ولا عايزه اعمل حاجه تضرها، ولا عايزه اي حد يبقى ليه ولايه علينا. ولكن انا اسحب نفسي، اتفقت ان انا مع زمايلي النشطاء في ان احنا ندعو للتغيير، وان احنا ندعو الناس للتظاهر، وعملنا ونظمنا اليوم الغضب، وعملنا كل ده. وحاجه ما جيت منزلت يوم 25 يناير، واتضربت في المظاهرات من الداخليه، والدعوة اتبهدلنا، وجرى اللي جرالنا، ونزلت يوم الجمعه برضه. بس جيت بعد كده لما لقيت التخريب اللي حصل، قلت لا، ده كده التخريب اللي حصل ده المنهج اللي احنا اتدربنا عليه بره، ده معايا جت من بره، المنهج ده منهج الصهاينه والامريكان اللي هم دربونا عليه بره، فالجماعات دي تابع عليهم، مش اتخربت هنا في بلدنا، ان نفس المنهج ده اللي احنا درسناه هناك، ده خلاني ان انا خلاص مش قادره ان انا اسكت، ولا قادره ان انا استحمل اكتر من كده. انت حضرتك قلت لازم كل المصريين يفوقوا، لازم كل مصر تفوق وتعرف ان ده مخطط على مصر. انت حضرتك موجودة في اي حتة دلوقتي؟ انا موجودة في ميدان جامع مصطفى، ميدان مصطفى محمود، عند مسجد مصطفى محمود. ايه ده؟ انت في اكتر من 3 مليون مصري. انت في وزارة التأييد؟ وزارة التأييد فيها اكتر من 3 مليون مصري. تاني من فضلك. كل شارع في مصر في وزارة طالعة تأييد للرئيس الوهاب بن مبارك. واحنا بنقول احنا اسفين يا بابا وزارة. احنا اسفين. احنا مش فاكرين للجميل. طب تاني معلش، تاني معايا تاني، لان انت يعني في مفاجاه بالنسبه لنا. انت قلتي ان المساله في بعض الناس ليست عفويه، ولكن هناك في اصابع خارجيه وما كناش عارفينها، فانت بتقولي منذ سنتين بيتاخدوا بتتدربوا في دول اوروبيه وبتروحوا امريكا في منظمه فريدم هاوس، بيت الحريه الامريكي، تمام، وكانوا بيمرنوكم على ازاي تعملوا انقلاب سلمي بالظبط، وعرضوا لنا بعض تجارب دول ثانيه، ودونا افلام وكتب وحاجات كتير، وطلعوا لنا كل السبل اللي احنا نستخدمها، وازاي نستخدم الميديا والانترنت والاعلام الدولي عشان نقدر نساعد ونعمل انقلاب في بلدنا. وعندك استعداد تقولي الكلام ده؟ يعني عندي استعداد، عندك استعداد تيجي؟ لا انا دلوقتي انا عايزه، طبعا انت اكيد مش هتقولي اسمك بعد الكلام اللي انت قلتيه ده كله، ومش هتقولي لنا انت منين ولا فين ولا كده. انا مش خايفه اقول لحضرتك، انا مش خايفه من الجهات الرسميه في الدوله، مش خايفه من المحاكمه. امال خايفه من مين؟ ان انا خايفه من حاجه واحده بس، او مش خايفه كمان، زمايلي، مش
مش هيسيبوني. اللي كانوا معاكي اللي كانوا معايا واللي بره، واللي بره كمان اللي سفرونا، اللي سفرونا كمان، ان هم مش هيسمحوا ان حد يفضح مخططهم. عايز اقول لك العدد كبير، انا مش عارف اسمك بس زمايلنا في الاعداد بيقولوا ان انت معانا وعارفينك كويس جدا. عدد زمايلك كتير قوي اللي كانوا معاكي؟ ايوه كان عدد كبير. اللي كلهم موجودين في المظاهره الحاليه؟ لا معايا هنا في المظاهره دي مجموعه خالد سعيد، كلنا خالد سعيد. الناس اللي شرطوا يوم 25 يناير هم موجودين هنا النهارده. شباب 25 يناير موجود هنا النهارده، اللي موجود في ميدان التحرير دول ناس مالهمش علاقه بيوم 25 يناير، اللي موجود في ميدان التحرير بتوع الاخوان اللي هم عايزين يعملوا مخطط لقلب نظام الحكم بعد ما خدوا صف في الشارع وفي الشعب. يعني يحرقوا البلد كلها عشان خاطر خسروا في الانتخابات. اللي موجودين هناك يعني زمايلك من كلنا خالد سعيد، زمايلك من كلنا خالد سعيد معاكي في مظاهره التأييد؟ ايوه معايا هنا في المظاهره. واللي هناك عناصر من الاخوان ومن حماس؟ عناصر من الاخوان وفيهم بعض عناصر من حماس، من حركه حماس. لا انا 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 يعني انا انت طبعا رحتي هناك وشفتيهم، لانك يعني انت بتقولي الكلام ده بثقه شديده. ايوه انت بتقولي كلام خطير جدا. ما هو خطير للاسف، والمصريين مغيبين. طيب لا ممكن مصر مخطوفه. ممكن من فضلك تتصلي بقناه عربيه وقناه جزيره اللي هم طول الوقت وتقول لهم الكلام ده؟ قلت لهم الكلام ده دلوقتي هنا. وبعدين قالوا لي ما رجعتش الكلام ده هتتضرب. قالوا لك ايه؟ المذيع كان رافض ياخد الكلام ده. الناس هنا قالوا لي لو ما سمعتش الكلام ده انت مش مصري ومش ممكن تكون مصري. يعني انت سجلتي معايا، ما اعرفش بقى زيها ولا لا. سجلتي مع المراسل يعني؟ مع المراسل، قناه العربيه وقناه العقاريه. طيب هو واضح طبعا ان انت يعني حصل لك حاله طبعا، لان انت ادركتي انك خايفه على مصر، يعني ما عندكيش استعداد.